هنا المدخل الشمالي لمدينة حلب، سيارات أجرة بلا ركاب، ورجل يأمل أن يكون بلده بيته الأول فعلا. حلب أكبر مدينة سورية، مساحة وسكانا وناتجا محليا، وصناعة النسيج فيها حققت شهرة عالمية. هي اليوم غيرها بالأمس، والحرب فيها غيرتها وغيرت أهلها. والله شلون بدي اجرح مع اخباري؟ ماشي. نص كيلو لمن زعتر. وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، إلا أن شوارعها ومحلها لم تخلو من المعروض، وما لم يكن بمتناول اليد فنظرة واحدة قد تكفي. كنا عايشين على الأصوات، صرنا والله العظيم ما عم ننام بالليل، صرنا 3-4 أيام ما قدرنا ننام، ما عيش بدي أحكي شيء، ما عم بقدر بحكي والله. أنا جيت أشتري خضرة، سطل اللبن كان 100 ليرة صار 300 ليرة، مو حرام. الخضر بندورة كانت 15 ليرة 50 ليرة، إيش واحد بده يحكي؟ وكان الاقتصاد المحلي لمحافظة حلب يساهم ب24% من الناتج القومي السوري، إلا أن الهم الأول اليوم هو تأمين لقمة العيش اليومية. عماد الأطرش، سكاي نيوز عربية، حلب.